بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. النهارده 28 رمضان، اخر ليله وتريه في الشهر الكريم. في ناس كتير رمضان بيخلص بالنسبه لها ليله 27، وبعد كده تبتدي تتحرر من التزامها بالصلاه طول الليل او الدعاء او التهجد. وفي ناس بتبقى عاوزه تستغل كل دقيقه في رمضان لغايه اخر فجر فيه، لانها مش بتعرف تحط ايديها على هذا الكم من الروحانيات والدخول في مود العباده بالكواليتي او بالكيفيه اللي بتبقى في رمضان. وفي ناس عندها اخر ثلاث ايام دول بيبقوا مخصصين لبس العيد وشراء الكحك. الحقيقه انا يعني من الناس اللي بعد الفطار ما بعرفش انزل من بيتنا خالص غير الشديد القوي، يعني ممكن اكون مثلا نزلت طول شهر رمضان نزلت ثلاث ايام مثلا بعد الفطار، منهم يومين كنت فطرانه كده كده بره. المهم امبارح النور قطع في البيت، ربنا ما يقطع له عاده، وانا يعني كنت لوحدي طبعا خفت من في الضلمه، فنزلت رحت المهندسين، ولسه داخله شارع جزيره العرب طبعا من اشهر الشوارع اللي في المهندسين، في محلات لبس كتير. شفت منظر الزحمه والله العظيم انا اتسرعت واتخضيت. سالت السايس قلت له هو في مظاهره هنا في المهندسين؟ قال لي لا، كل سنه وانت طيبه بقى، دي زحمه العيد عادي. يعني عادي ازاي؟ ده حشد جماهيري، يعني ده احنا ممكن نسميه نطلق على هذا الحشد مليونيه لبس العيد. هي في منهم محلات كانت الناس واقفه طوابير بره في الشارع مستنيه اللي جوه يطلعوا عشان يلاقوا مكان. انا طبعا المنظر ده ما بشوفش، ما بنزلش اساسا قبل العيد ده خالص بعد الفطار. انا كنت عامله زي القروي الساذج اللي ما شافش زحمه واضواء المدينه قبل كده. الحقيقه ان الناس عاوزه تفرح وعاوزه تعيد، وبرغم شبح القلق اللي بيطاردهم بسبب الاوضاع الا انهم يعني منفضين دماغهم تماما من اي حاجه ممكن تعكنن عليهم، ونازلين يفرحوا بعيد ربنا ويفرحوا عيالهم زي كل سنه. في ثوره بقى، ما فيش ثوره، ده شعب بيحب الفرح. هما يشوفوا الثوره في شارع ايه وتلاقي حياتهم ماشيه عادي خالص جدا في الشارع اللي وراه. وده كان واضح من اول يوم فيها، من يوم 25 يناير. الناس العاديه غير المسيسه وغير المصنفه سياسيا تلاقيها موجوده في الحشد بتاع السوق، الحشد بتاع السوبر ماركت، الحشد بتاع العيادات والمستشفيات والمعاشات والمصالح الحكوميه والمصايف. انه الشعب المصري المسلم الوسطي المسالم ابو دم خفيف العشري اللي بيحب الفرح، واللي شعاره احنا اللي فينا مكفينا، وما عندوش استعداد يعيش في الهم والغم والنكد طول عمره. الناس دول عاوزين الدنيا تمشي والعجله تدور في كل الاوقات ومع كل الحكومات وتحت اي ظروف، ودائما يدعون لمصر بالخير وبتأليف القلوب بين كل الناس، وما عندهمش مين تبع ايه، ولا عمرهم دعوا على حد، ولا امنوا على الدعاء على حد. هم دول ناس مصر الاصليين الاصليين. احنا يرجع مرجعنا لليله الوتريه اللي فضلنا، واللي حتى لو نزلنا واشترينا وعيدنا واستعدنا للعيد لازم نستغلها في الثلث الاخير من الليل، ونغتنم اكبر قدر من العفو والرحمات اللي بتتنزل فيها. النهارده هنشرح ايات سوره القدر مع فضيله الشيخ احمد تركي، اللي حضراتكم تقدروا تتصلوا بيه وتسالوه اي سؤال. ولكن قبل الفاصل فاضل لنا يومين في العمره، ارقام التليفونات موجوده قدامكم، اللي ما كسبش ممكن يكسب 2350 و09180، ويوميا بنكلم الفائز بالعمره. فاصل ونعود. اهلا بكم مشاهدينا. النهارده 28 ليله وتريه، قد تكون هي اخر ليله وتريه في شهر، مش قد تكون، هي فعلا اخر ليله وتريه في شهر رمضان، وقد تكون هي ليله القدر، لانه يعني الله اعلم كذا حد يقول لك ايه، لا احنا كنا ليله القدر دي كانت يوم 23، وفي حد قال لك لا انا كنت متاكد انها 25، وفي ناس كتير قوي قال لك لا ليله القدر دي يعني في اقوال بتقول ان هي ليله 27. طب وليله 29 اليتيمه الغلبانه دي وهي ليله وتريه، وان شاء الله يكون فيها يعني نفس الرحمات ونفس قدر العفو والمغفره اللي بتتنزل في كل الايام. فضيله الشيخ احمد تركي، اهلا بحضرتك معانا، وهل ممكن تكون ليله القدر ليله النهارده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاه والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في وتر العشر الاواخر من شهر رمضان، واخر وتر في العشر الاواخر هي ليله 29. وكان في سؤال العلماء كانوا بيجاوبوا عليه، هل تنتقل ليلة الوتر من عام إلى عام؟
يعني ممكن في عام تكون ليلة 23 وفي سنة تكون 25 وفي سنة تكون 29 الراجح نعم تنتقل من عام إلى عام، لأن هي ليلة، ليلة معينة. الليلة ديت طبعا الأيام بتتغير والزمان بيدار، وإحنا عارفين أن العام الهجري أقل من العام الميلادي تقريبا 10 أيام أو 11 يوم، وبالتالي هي تنتقل من ليلة إلى ليلة بالنسبة للأعوام. فالله تعالى أعلم لعلها تكون هذه الليلة. طيب سورة القدر يعني فيها أو ليلة القدر أنزل فيها القرآن الكريم، بمعنى إيه إن أنزلناه في ليلة القدر؟ بمعنى إيه نزل؟ هل أول آية نزلت على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا القرآن نزل للناس؟ يعني نزول القرآن كان على مرحلتين. المرحلة الأولى نزول القرآن من عند الله سبحانه وتعالى من الملأ الأعلى إلى مكان يسمى ببيت العزة في السماء الدنيا، ده أول حاجة. كان هذا في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، والضمير بالطبع يعود على كتاب الله عز وجل أو على هذا القرآن الكريم العظيم. والتنزيل الآخر لعله هو أول نزول القرآن، أول نزول القرآن أيضا كان في ليلة القدر، اللي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أما بقية تنزلات القرآن من بيت العزة السماء الدنيا، حيث جبريل عليه السلام كان يأخذ الآيات أو السور أو مجموعة الآيات وينزلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الأحداث وحسب المواقف، حتى يستبين الناس وحتى يهتدي الناس في مثل هذه المواقف إلى وحي الله عز وجل. ولذلك القرآن الكريم نزل منجما ونزل مفرقا، مفرقا خلال 23 سنة. لا، ده ما كانش في ليلة القدر، إنما نزول القرآن في ليلة القدر كله جملة واحدة من الملأ الأعلى إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ونزول أول آية فيه اللي هي اقرأ باسم ربك الذي خلق على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان ذلك أيضا في ليلة القدر. فسورة القدر سورة عظيمة، رغم أنها يعني صغيرة جدا، إلى أنها كلها مبشرات ورحمات ونورانية. قال سبحانه وتعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ما أدراك ما ليلة القدر، هذا تأكيد. أنت تعرفوا قدر ليلة القدر إيه؟ ليلة القدر على فكرة سميت بليلة القدر أولا من القدر، من المنزلة العظيمة، ومن القدر أيضا، لأن الله تعالى يقدر فيها يفرق كل أمر حكيم من أمر من عندنا، يعني أن الله تعالى يوزع أرزاق العباد والبلاد والأشياء والناس أجمعين والدنيا وما فيها، يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، أي أن الله تعالى يقدر ويريد وسبحانه وتعالى كل شيء في هذه الليلة المباركة، فعشان كده سميت بليلة القدر. قالوا هي ليلة ذات قدر أنزلت على نبي، هذا القرآن ذو قدر أنزل على رسول ذي قدر في ليلة ذات قدر، لذلك سميت بليلة القدر. قال: وما أدراك ما ليلة القدر. في القرآن وأدراك، وفي في القرآن وما يدريك. في ما أدراك وما يدريك، في موضع أخرى يسألونك عن الساعة، ما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. قال العلماء: كلمة يدريك أي أن الله تعالى يعني أخفاها، أخفى الشيء بحيث أنه لم يعلم هذا الشيء أحد، لا سيدنا النبي ولا الملائكة ولا أي أحد، خلاص محدش يعرف خلاص وما يدريك. أما عندما يقول وما أدراك، هذا يدل على أن العلم كان موجودا ثم رفع. وبالفعل هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ليلة القدر وخرج حتى يقول للناس: أي ليلة هذه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فخرجت لأخبركم، فتلاحى فلان وفلان فرفعت. اثنين كانوا بيتخانقوا مع بعض أو كانوا مختلفين أو أصواتهم مرتفعة، فنسي سيدنا النبي نساه. هذا اجتمع كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الله عز وجل يريد منا أن نجتهد في العشر الأواخر كلها، وخاصة في وتر العشر الأواخر. ده معنى وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. بصوا بقى، في بعض الناس بتحسب ألف شهر اللي هو 83 سنة، يقول لك ده العمل في ليلة القدر زي العمل كأن واحد بيعبد ربنا أو بيصوم أو بيقوم خلال 83 سنة. كانت غلط.
ليه بقى؟ لأن الله عز وجل لم يقل ليلة القدر كألف شهر، ما جابش أداة من أدوات التشبيه، إنما أجاب اسم من أسماء التفضيل خير من ألف شهر. يبقى إذن هي مش ألف شهر، مش ألف شهر، مش ثلاثة، بما يعادل 83 سنة. لا، ده عايز يقول إيه؟ أولا العرب ما كانتش تعرف رقم أكبر من الألف، ما كانش متداول عندهم أكتر من الألف. Yeah. ما كانش المليون والتريليون والحاجات الكبيرة ديت، بس موجود. ما كانش يبقى عندهم آلاف الدراهم، ويعني كانوا بقى بيعبروا عنها المليون، كانوا يقولوا ألف ألف. ألف 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 ألف. وبعدين لو عندهم حاجة زيادة هم ما كانش بيوصلوا لحاجة زي كده. وبعدين ما كانش عندهم عملة على فكرة بالمناسبة. ما كانش في عملة في عند العرب، كان في ذهب. الكوينز دي كانت الدنانير والحاجات الذهب دي كانت مسكوكة إما بسك الروم أو بسك الفرس، ده كانت عملة إما رومية يا اما عمله فارسيه، لكن هم ما كانش عندهم دوله، ما كانش عندهم سك، ما كانش عندهم فلوس، انما كانوا اصل المعامله المقايضه. اديني رز اديك رز، اديني قمح اديك شعير، اديني كذا الى اخره. الشاهد في الكلام ايه؟ ان هو اكبر عدد العرب كانوا يعرفوه في اللغه حتى كمان الالف. المليون ده مصطلح حديث، فربنا جاب لهم فربنا جاب لهم اكبر عدد هم يعرفوه الالف. وبعدين جاب اسم التفضيل خير، ده معنى ايه؟ معنى أن الله تعالى يقول أن العمل في ليلة القدر وأن الـ قيام ليلة القدر أفضل من أكبر عدد وصلت إليه البشرية. ده معنى الآية، ولذلك قال خير من ألف شهر. من ألف شهر. طيب أخذ مدام نوال. ألو. أيوة، أهلا بحضرتك يا مدام نوال. ما أنا كنت عايزة أسأل الشيخ، أيوة اللي هو ما هي سجدة السهو؟ حاضر. ثاني حاجة، أنا ست مسنة وبدأت القرآن في الأول بس ما قدرتش أختمه. أيوة. يعني كنت بدأ قبل رمضان بست أجزاء وكملت عليه. فأنا دلوقتي عيانة وإن شاء الله أحاول يعني أخذ أجزاء تانية بعد كده. هل ينفع أن أنا كملت عليه وبعدين أرجع تاني في الأجزاء ولا إيه؟ كانت سؤال ازاي، يعني ايه هي يعني ايه يعني ايه ترجعي تاني في الاجزاء؟ يعني انا دلوقتي كنت بدا قبل رمضان. ايوه، وحضرتك كملتي بس فاضل لك كام جزء؟ كملتي وختمته. وبعدين برجع دلوقتي وصلت بدات تاني سورة البقرة. لكن مش هقدر بقى يعني اكمل للاخر. في رمضان يعني، فهل سوى عليا وزر ولا حاجه؟ لا. طيب ماشي يا مدام نوايه، السؤال اللي بعده. قالت ايه الخطوات الواحد يتبعها للتقرب لله اكتر عشان الواحد يسامحه يعني. ماشي يا مدام نوايه. طيب سجده السهو فضيلة الشيخ، هو سجود السهو مشروع لمن سهى في صلاته عن ركن او عن سنه، عن فريضه او عن سنه. واحد مثلا ما نسى يعمل اي حاجه، نسى سجدة، نسى ركعة، نسى يعمل أي شيء، فعليه هنا أن هو يسجد سجدتين للسهو. سجود السهو ده بنسجد سجدتين بعد التشهد الأخير، سجدتين وبعد كده نسلم، ده يسمى سجود السهو. أو واحد مثلا صلى ثلاث ركعات العصر، ثلاث ركعات وهم أربعة، يجيب الركعة الرابعة يسجد سجود السهو بعد كده يسلم. سجود سهو اللي هو مرة سجدتين سجدتين بس، سجدتين عادي، سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى بالظبط، ويرجع يقول الله اكبر ويرجع تاني سبحان ربي الاعلى بالظبط، تمام، ويسلم على طول. وسلم. طيب هي بدات القران قبل رمضان بست اجزاء وبعدين دخلت ختمته وبدات تاني بس مش لاحقه تختمه. ما فيهاش حاجه. ما فيهاش حاجه، تختم ان شاء الله بعد العيد، لان العباده في الاصل هي لكل السنه. اما احنا في رمضان لاجل مضاعف فما لحقتش تختم في رمضان، تختم ان شاء الله بعد العيد، ما لهاش اي مشكله، وهي عملت الصح ان يعني بدات الخدمه قبل رمضان وكملتها في رمضان، فربنا يجزيها كل خير. طيب الخطوات اللي الواحد يتبعها يعني ربنا يرضى. قل امنت بالله ثم استقم. ثم استقم، ما قالش التزم. استقامه يعني اننا بنحل الحلال وبنحرم الحرام، نبعد بس عن الحرام ونعمل كل الحلال. تمام. الحلال بين والحرام بين، ده افضل قربة من الله سبحانه وتعالى، ده رقم واحد. رقم اثنين، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إلى الله، أكتر حاجة الواحد بيتقرب بها إلى الله، قال هو مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله
صدوق لسان يعرفه، فما هو مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي ليس في قلبه إثم ولا قطيعة ولا كره لأحد. ده أكبر عمل واحد بيتقرب الى الله، انه ما يقطعش حد، ما يقطعش حد وقلبه كده ينظفه، ينظفه اول باول، ينزل. وبعدين بقى في ناس، في ناس تعمل ايه؟ يا رب. في ناس اما تزعل من حد يوم تديها ظهرها، تبعد عنه، وده غلط الحقيقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تدابروا، ولا تدابروا، يدبروهم لبعض، ولا تدابروا، يعني مش في كل موقف كده واحد تسيبه لا ما تكلمهوش، لا زعلان منك، لا نظف قلبك مره واحده. روح عاتبه واجهه، ودي الشجاعه بقى. لا انت اختلفت مع حد وزعلت مع حد، روح واجهه وعاتبه وخلص الموقف، وصفه، وارجع مصفه صفوه، عشان قلبك ايه؟ يتن صافي، يكون مخموم القلب، صدوق اللسان. بس صدق ومخموم القلب ده افضل أعمال نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وبعد كده بقى العبادة، بس هو ده الأساس قبل العبادة. أستاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله أولا كل سنة وحضراتكم بخير. بحضرتك. أنا آسف شوية، أنا سؤالي مش عن رمضان وكده، أنا سؤالي بس عن زي توزيع تركة أو حاجات كده. فممكن أسأل سؤال ولا؟ لا لا طبعا طبعا. أوكي. دلوقتي انا ولله الحمد ربنا كرمني والحمد لله رب العالمين ميسور الحال. وبعدين انا عندي بنات بس مش عندي صبيان. ايوه. وبعدين انا كل ما اجي اجيب شقه جديده او بيبقى عندي مال بكتبه باسم بناتي. بالشكل ده انا اكيد عارف في الشرع ان انا حرمت امي واخواتي من التركه بتاعتي لو انا ممكن كل دلوقتي. حاجتك اللي عندك كاتبها باسم بناتك؟ كل ما املك من 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 مال، اذا كان عقار او ذهب او مال في البنك، انا عامله باسماء بناتي. طب ايه نيتك وانت بتعمل كده يا استاذ محمد؟ ان انا كده ممكن اكون بحرم حد ممكن يكون له حق في التركه. ايه نيتك وانت بتعمل كده؟ أأمنهم يعني. انا اكيد خايف على، يعني اقول لحضرتك على حاجه. كلنا كآباء يعني ممكن نكون أم من الصفر، جميل؟ فأنا عملت الكلام ده كله علشان خاطر أنا بعمل ده لأولادي، حلو؟ وأنا لازم أكون صادق النية، نيتي بعمل ده ليه؟ عشان أأمن لهم مستقبلهم. تمام. طيب، فحضرتك عندك والدة حضرتك موجودة وإخواتك؟ والدتي موجودة وإخواتي، وأنا كمان يمكن قلت لهم كمان، ومش عارف ده برضو حرام ولا حلال، يعني قلت لهم يا جماعة أنا لما هموت أنتوا ممكن ما تلاقوش فلوس مني، لأن أنا كاتب كل حاجة باسم ولادي. أنا حابب أكون صريح في سؤالي علشان آخد رد صريح وأقدر يا وارث مين يورثك. طيب يا أستاذ محمد، حاضر. أوكي. شكرا لحضرتك. ما ينفعش. لا هو إحنا قلنا قبل كده بالنسبة للتملك لا يجوز التصرف فيما يملك الإنسان أكثر من الثلث. عايز تدي هبة لولادك، عايز تملك ولادك في حدود تلت ما تملك. عايز تتصدق وتوقف في أموالك في حدود تلت ما تملك. لكن كل ما أملك بكتبه للأولاد. عايز أقول لك حاجة بقى في الموضوع، إن أنا بأمنهم، والله فلوس الدنيا كلها ما بتأمن الأولاد. اللي بيأمن الأولاد حاجة واحدة بس، العمل الصالح. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وسورة الكهف، أما الغلام فكان أبواه مؤمنين، والآية الثانية فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم وكان أبوهما صالحا. صالح يعني كان أبوهم ميت ومش سايب لهم حاجة، بس الصلاح بس ربنا. هو أنا يعني أنا افتكرت وهو بيحكي لي كده بعد إذن حضرتك، كنت سمعت قبل رمضان حوار للفنان نور الشريف، فكان بيتكلم إنه طول الوقت كان مشغول وعنده بنتين، طول الوقت مشغول بانه عاوز يامن مستقبل البنات طول الوقت طول الوقت، وعايز يكتب لهم وعايز كده، وبعدين بيسال الموضوع ده صح؟ انا سامعاه هو اللي بيقول كده في الحوار، والموضوع مشغول قوي بفكره انه فلوسه والشغل وعيشته وكده لبناته والبنات، فطول الوقت. فجت بنته الكبيره ربنا يشفيها ويعافيها رب، تعبت تعب انا مش عارفه ايه، بس تعب جامد، وسافروا بره وبيعالجوها ودخلت المستشفى. فحس هو بيفكر في ايه، ولا فلوس ايه اللي بيفكر فيها، وامان ايه، ويعني هو طلع قال كده بنفسه.
فانا بس قلت اقول لحضرتك لانه يعني الفلوس دي اخر حاجه نفكر فيها. صحيح. مهم رضا ربنا عننا زي ما فضلت الشيخ بيقول. استاذ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ دعاء. ايوه. طيب. كل سنه وحضرتك طيب. والله انا اول بقالي كم مره اتصل بحضرتك مش عارف اتصل والله. انا صوتك منور معانا اهو. انا سمعت صوتك واقول لك استاذ طيبه ممكن اكلم الشيخ؟ اه طبعا اتفضل. كل سنه وحضرتك طيب. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. ازيك يا عم الشيخ؟ بارك الله فيك. اهلا وسهلا. الله يستر معاك. انا يعني ليه سؤالين. ايوه. ليه سؤالين عند حضرتك؟ اتفضل. بالنسبه للزكاه المستشفيات اللي هي بيتعلن عليها في التلفزيون ده ينفع اقدم عليه ابعت عليها الزكاه؟ ماشي. ادي سؤال. ايوه. والسؤال الثاني احنا طلعنا في قرعه الحج بنتي كنت مقدم لها وطلعت وانا مرافق لها. الله. والحكومه شالتنا فبعت للوزير ما رفض وبعت للفريق السيسي ما ردش عليا وبعت للديوان المظالم في رئاسه الجمهوريه ما حدش كلمني. محدش فاضي. طب قول لي هما شالوك ليه؟ هل يجوز يعني نبقى طالعين في القرعه؟ يا عيني ويشيلوني. قالوني يا مدام دعاء ان انا مقدم لبنتي وهي نجحت. انا مش عارفه النظام ايه. أيوة أيوة. طيب ماشي ماشي يا استاذ محمود هنرد على حضرتك. هي طلعت في القرعه وانا كنت مرافق لها. طيب ماشي يا استاذ محمود. حاضر هنرد على حضرتك ودي صوتك وصل اهو. وسيب برضو رقم تليفونك في الكنترول يمكن لعل وعسى حد يسمع ويحاول يساعدك. يا رب ان شاء الله. الاول الزكاه المستشفيات اللي بتطلع في التلفزيون و مطلقا تجوز لان احنا عندنا فعلا موضوع المستشفيات ده موضوع محتاج يتعالج وبصوره عاجله. في كتير من الحالات دخلوا مستشفيات وماتوا في المستشفيات عشان قله الامكانيات فلابد من توفير الامكانيات اللازمه للفقراء خاصه وخاصه فيما يخص الكانسر السرطان او فيما يخص بعض الامراض اللي هي موجوده في المجتمع. تمام. تجوز مطلقا. اما مساله الحج يا ستي اللي حصل الاتي ان المملكه العربيه السعوديه خفضت النسبه بتاعه الحجاج في كل دول العالم. وبتقريبا مش عارف فوق 20%. فوق 20% خفضتهم. يعني مثلا كان بيروح من مصر ما يقرب من 70,000 حج. لا اقل من ذلك بكثير مش يعني هيكمل هي حوالي هي 50 ده قرار من هنا من المملكه العربيه الدول السعوديه المصرية بسبب وقالوا لهم ما مش هنستقبل مش اكتر مش مصري بس ده كل الدول ليه بقى؟ علشان دلوقتي في حاله كبيره جدا من التحديثات في الحرم معلوم طبعا هذه بقى ومعظم الفنادق في مكه اتهدد علشان التوسعات الكبيره لان الحرم المكي كان الجهود الكبيره طيلة السنوات الفائتة الأزمنة الفائتة كانت أفقية رأسية كانت رأسية الحرم المدني كانوا واخدين بالهم التوسعات كانت أفقية فلقوا لا لازم يهدوا في جبل النور ولازم يهدوا الفنادق ولازم يعملوا توسعات أفقية فعشان كده حتى اللي راح العمرة السنة دي بيلاقي في زحمة كبيرة والعدد المعتبر السنه دي مختلف هو طول الوقت بيبقى فيه زحمه طبعا فاللي حصل ايه؟ ان لما اتعملت القرعه انت فعلا طلعت في القرعه انت وبنتك بس قالوا هناخد جزء والجزء الاخر اللي ما طلعش هيروح ان شاء الله السنه الجايه. ده القصه اللي انا عرفتها دي معلومات معلومات مؤكدة وموثقه. طيب. نعم طيب ربنا يسهل يا رب وايه؟ ان شاء الله وان شاء الله ربنا ينولها لك كده وتبقى ان شاء الله فلو ما راحش السنه دي ان شاء الله هتبقى موجود ان شاء الله السنه الجايه باذن الله. طيب نكمل سوره القدر. نعم. إنا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر. انا اسف نسيت قالوا لي نطلع فاصل ونسيت. طيب خلاص فاصل نطلع فاصل معلش ان شاء الله. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. طيب فضيله الشيخ نفتكر الايه فاذا قول الله تبارك وتعالى ليله القدر خير من الف شهر يعني ان الثواب في هذه الليله هو ليس لها حد. الله عز وجل يعني يعطي ثوابا بلا حدود والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. فالليله ديت ان شاء الله نستثمرها لعلها تكون ليله القدر. يقول
تنزل الملائكة والروح فيها. الملائكة هم الملائكة، الروح هو سيدنا جبريل عليه السلام، لأنه يقود الملائكة في هذه الليلة المباركة حتى يحوم ويطوف حول المصلين والسجد والراكعين والمستغفرين والذين يدعون الله سبحانه وتعالى بتبتل وقنوت. لماذا يعني وصف سيدنا جبريل بالروح؟ قل نزله روح القدس من ربك بالحق. لأن هو سيدنا جبريل عليه السلام هو أولا كبير الملائكة، وهو مسؤول عن الوحي ومسؤول عن هداية الرسول من الله سبحانه وتعالى للبشر أو للأنبياء والرسل. فأساس الدين إيه؟ هو روح الإنسان، أن روح هو مخاطب لروح الإنسان. الدين يخاطب روح الإنسان ويخاطب عقل الإنسان ويخاطب قلب الإنسان، فمن المناسب أن يسمى بالروح. فهو إما كل روح في القرآن إذا أضيفت إلى الملائكة اللي هو يعتبر سيدنا جبريل عليه السلام، ملائكة والروح فيه سيدنا جبريل. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، هو سيدنا جبريل عليه السلام. فهؤلاء الملائكة يطوفون برحمات الله تبارك وتعالى حول المؤمنين وحول الركع وحول السجد والمصلين والذين يتعبدون لله عز وجل، والله عز وجل يباهي الملائكة بالمؤمنين القانتين الركع السجود. لأن الملائكة زمان قالوا لربنا سبحانه وتعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فربنا بينزلهم عشان يوريهم بقى، يقول لهم إني أعلم ما لا تعلمون. طيب. أستاذ يحيى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أكل فضلت الشيخ لو سمحت. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم فضلت الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا عندي سؤال كده من بعد إذنك. تفضل. فعلا أنا كنت الأول بصلي ومحافظ جدا على الصلاة، وبعدين بنزل الجامع بصلي في حاضر جماعة في الجامع وبدن وكله، لغاية لما جالي غضروف في ظهري. عملت عمليتين في ظهري، ودي أثرت على رجلي، ما بقدرش أمشي. بمشي دلوقتي مش بعكاز، بمشي بالمشاية. ما بقدرش أنزل السلم وأطلع، ما بقدرش أسوق العربية. فدلوقتي ما بنزلش الجامع خالص. واخد بال سيادتك؟ انا دلوقتي عايز اعرف يعني كتير جدا بيقولوا لي يعني الحمد لله ده ابتلاء من عند ربنا، وربنا لما بيبتلي مؤمن وبتاع. فانا دلوقتي عايز اعرف هل ده ابتلاء ولا غضب من عند ربنا؟ لو غضب من ربنا انا مش قده، لو ابتلاء ربنا يسهل ويصبرني عليه. امين يا رب. هو اكيد ابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. الله عز وجل ابتلاك عشان يرحمك وعشان يعطيك ويمنحك. وإحنا قلنا حديث قدسي لو تفتكري، أن الله تبارك وتعالى يقول: ابتليت عبدي فصبر. يقول الله تعالى للملائكة: اكتبوا ما كان يعمل عبدي. يعني ايه؟ يعني هو انت كنت متعود يصلي في الجامع، كنت متعود تصلي في الجامع، كنت متعود تصوم، كنت متعود تستغفر الله سبحانه وتعالى، جالك ابتلاك ربنا بمرض منعك من نزول المسجد، فاعرف ان الاجر موجود معاك حتى هذه اللحظه، واصبر والله تعالى سيعافيك ويرحمك ويرفعك ويمنحك، وان مع العسر يسرا. اهم حاجه الرضا. تمام، ان انت تكون راضي. ام سناء، الو. الو، ايوه ام سناء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. من فضلك اسال فضيله الشيخ سؤالين. اتفضلي. قبل كده انا اتصلت بك وانت قاعده فصلتي عني التليفون يا مدام دوحة. انا؟ ايوه. لا والنبي ما فصل تليفونات ولا حاجه، معلش. لو سمحت فضيله الشيخ اديني فضيله الشيخ اساله ان انا يعني ناس ارياف. واحنا نفرين بس، الراجل والمراه بس. فانا قالوا لي ده زكاه الفطر النفر 10 جنيه. ايوه. ف
فالراجل بتاعي قال لي بكل ما احنا ندفع 20 جنيه مثلا قال لي اكلت غله وكلت الغله عندنا ب 40 جنيه يبقى صح الزكاه؟ هو هي دار الافتاء حددتها ب 6 جنيه مش ب 10 جنيه صح؟ صحيح. دار الافتاء حددتها ب 6 جنيه. حضرتك عايزه تطلعي مكان الفلوس كيلت غله. كيلت غله. اه. مظبوط. طيب ماشي. صح 100% يا حاج. يا ام سناء عندك سؤال تاني؟ ايوه لو سمحتي، بنتي حامل والدكتور امرها بان هي تفطر رمضان. ماشي. احنا بنطلع الفدية بتاعته. رحت قالت الفدية بتاعته 300 جنيه. آه. فأنا خدت منها 100 جنيه وقلت لها بنات خالك يعني معايا أنا أخ متوفى ومعاه بنتين. آه. فأنا رحت قلت لهم فستانين بال 100 جنيه، يعني يبقى صح ولا غلط؟ آه طيب هنسأل، حاضر، أنتِ اشتريتي الفساتين ولا اديتي لهم ال 100؟ الفستانين ب 100 جنيه لبنات أخويا يعني يتامى، هم أبوهم خاتم واحدة بالسنة ونص وواحدة بالثلاث سنين. يا روحي. طيب يا موسى. يعني خايفة لو أكون أنا عاملة غلط. لا لا. طيب يا موسى. ربنا يكرمك. ماشي يا ام سناء، واتصلي تاني مش هنقفل السكه عليكي خالص ابدا بعد كده. لا اله الا الله. مع السلامه. طيب ينفع انه هي كفاره رمضان 300 جنيه؟ اكيد طبعا. هي خدت 100 منهم واشترت للبنات اللي كانوا فساتين. لا تنفع مطلقا، لان هي الكفاره في الاصل هي للفقراء والمساكين، ودول فقراء بس. هل مش الكفاره اطعام؟ يعني اطعام. والله بصي هقول لحضرتك على حاجه، هي الكفاره اساسها الاطعام. لكن مقصودها الحاجه. يعني حاجه الفقير نفسه. ما هو ممكن احنا بندي فلوس للفقير ليه؟ لانه ممكن ما يكونش هو محتاج للاطعام. يكون محتاج للكسوه زي ما عملت. يكون محتاج للعلاج. يكون محتاج لاشياء ثانيه برضو احتياجيه. تمام. ومفهوم الفقير زمان بيختلف عن مفهوم الفقير النهارده. ومفهوم الفقير من بيت بيختلف. بيختلف. من بيت للتاني. زمان كان مفهوم الفقير، عشان كده كان فقير وفي مسكين. اللي هو واحد مش لاقي ياكل، المشكله عندهم في الاكل، في الاطعام. في الطعام. فعشان كده يقول كان يتكلم عن زكاه الفطر والكفارات وغير ذلك عشان يضمن الناس الجعانه تاكل. النهارده الفقير لا، هو ممكن ياكل وعنده المؤن الاساسيه. ومحدش ممكن ما بيجوعش، ولكن محتاج احتياجات اخرى. فالمقصود اغنوهم في هذا اليوم. فبالتالي الاغناء ده يتم بالمال او بالكسوه او بما يحتاجه الفقير والايتام. تمام. ام بسمه. الو. ايوه. اهلا يا ام بسمه، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كل عام وانتم بخير. وحضرتك طيبه. ممكن اسال الشيخ بس سؤال؟ اه اتفضلي. لو سمحت، انا كنت فاتحه ثلاث ختمات في رمضان. فاتحه الثلاث ختمات في رمضان في القران، وبعدين خدت واحده بالشام ياجل الدوره يعني على اساس انها تجيلي بعد رمضان. وما اعرفش ايه اللي حصل، حصل اضطراب او حاجه، فجت يوم 27 وما قدرتش اختم الثلاث ختمات بتوعي، فانا زعلانه جدا وخايفه يكون دوت عدم رضا من ربنا عني. هو يعني ايه ثلاث ختمات؟ مش فاهمه. يعني بدأت مثلا ختمه قراءه عاديه وختمة في صلاة التراويح وجيت فتحت في التهجد كمان ختمة. يا حبيبتي ربنا يكرمك يا رب. خايفة ده يكون عدم رضا من ربنا عشان أنا أجلت الدورة. لا إن شاء الله. لا ماشي يا أم بس. ما هو السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حجة الوداع، وحجة الوداع ده كانت يعني مكان مشهود وعظيم، وكل الصحابة وكل المسلمين حرصوا أن يخرجوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم حجة في التاريخ، والحجة الوحيدة لسيدنا النبي اسمها حجة الوداع. والنبي يقول خذوا عني مناسككم. فالسيدة عائشة بكت زي ما حضرتك بكيت دلوقتي. السيدة عائشة بكت. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف، قال أنفستي؟ أنت الحيض جالك؟ قالت نعم. قال افعلي كل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، بعد ما تخلص طوفي بالبيت. فهو نفس النظام. مش معقولة كان غضبان على السيدة عائشة. لا، هو قدر ربنا وابتلاء، وأنت هتاخدي نفس الأجر بتاع الختمات ونفس الأجر بتاع القراءة. انت بقى تصبري شويه او تقراي حتى بحائل في المصحف، او تاجلي الختمات لبعد العيد، وان شاء الله ربنا هيوفقك باذن الله. طيب نذرت نذر بصيام شهر لكن مش قادره اصومه، مع العلم باني غير مريضه، وعملت كفاره صيام 3 ايام. صامت 3 ايام يعني؟ علشان ده نذر. كان قبل 3 ايام اطعام 10 مساكين. اطعام 10 مساكين. الكفاره
الكفارة الأول الإطعام، فإن لم يستطع فالصيام، مش في الصيام ثم الإطعام. وحيكو دايما بتقول إنه مكروه إن الواحد يعمل نذر على نفسه. صحيح. صحيح، ما ينفعش الواحد يلزم نفسه بنذر لا يستطيعه. هل يجوز الصيام في شهر شعبان بنفس النية بصيام الأيام اللي أفطرت في رمضان؟ أي صيام غير رمضان يجوز أن تكون قضاء للأيام اللي هي في شهر رمضان المبارك، أفطرناها لمرض أو حيض أو شيء من هذا القبيل، مطلقا يجوز والله أعلم. محمد بيقول يا ليتني قدمت لحياتي آية غيرت فيا، عشان بتقول إن اللي احنا فيه ده مش حياة، حياتنا في الآخرة، وهنقول يا ريتنا قدمنا لها. يعني مفهوم صح. يا ليتني قدمت لحياتي حوار للمرء يوم القيامة، وهذا موجود في سورة الفجر، في سورة والفجر وليالي العشر. فالنفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء، كل هذه الأنفس لها جزاء عند الله سبحانه وتعالى. أما النفس المطمئنة فإنها بالطبع ستكون مطمئنة ليوم القيامة، النفس الأمارة بالسوء أو النفس اللوامة فكل واحد بيندم يا ليته قدم أكثر مما قدم. تمام. ليته أكثر قدم الخير والعمل الصالح. أستاذ سامح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لحضرتك وللشيخ. شكرا. أهلا يا أستاذ. لو سمحت كنت عايز بس أسأل الشيخ سؤال. الشيخ أحمد، أنا متزوج وعندي بنت وعايش مع والدي ووالدتي. عايش مع والدتي، يعني والدي توفى وانا قاعد مع والدتي دلوقتي لوحدي. تمام. فهي بينها وبين مراتي مشاكل كتير جدا، بين والدتي وبين مراتي، فانا بحاول اصلح على قد ما اقدر، لكن تقريبا ما فيش فايده يعني في الاصلاح. فوالدتي قاعده عند اختي وانا بقيت قاعد لوحدي، يعني في بيتي لوحدي، بس والدتي بتدعي عليا كل يوم، يعني يمكن ساعه الفجر ساعه الاذان دايما. هو انت اللي مشيتها ولا ايه؟ لا ابدا. هي احنا 6 اخوات. فهي بتقعد عند كل واحد شويه، يعني هي حاليا انا وانا بكلم حضرتك حاليا هي قاعده عند اختي الصغيره. ده العادي يعني؟ العادي شهر وهتروح عند حد تاني. طب بتدعي عليك ليه يا سامح؟ يعني انت زعلتها؟ لا هي عايزاني اطلق مراتي، اسيب مراتي اطلقها. وانا عندي بنت وحاولت ان انا اطلق مراتي كذا مره وما نفعش، يعني ليها عيش معايا، ما زالت ليها عيش معايا مراتي. هي تصرفاتها غلط كتير مراتي، انا ده بعترف بيه. بس انا عايز والدتي ترضى عني ومش عارف اعمل ايه، وانا ما بعملش حاجه تغضب والدتي. طب انت رحت لها بعيد عن البيت وبوست ايديها وحاولت تصالح؟ لا انا هي بتعاملني كويس قدامي، لكن انا اختي اللي بتسمعها وهي بتدعي عليا من ورايا. لكن هي من قدامي بتعاملني كويس جدا ومفيش حاجه، لان هي عارفه ان انا ماليش ذنب في حاجه، يعني انا بعمل اللي عليا. بضرب مراتي ساعات وبزعلها وبوديها عند والدتها وبعمل كل اللي اقدر عليه. فهي والدتي بتقول مش هرضى عنه غير لما يطلقها ويسيبها. فانا نفسي ارضي والدتي وفي نفس الوقت ما بوظش بيتي وبنتي وعند بنت ومش عايز ابعد. ربنا يكون في عونك يا سامح. ربنا يكون في عونك. يا عيني. طبعا ده ابتلاء كبير لما يحصل خلاف ما بين الزوجه وما بين الاهل. لا والام مش راضيه وبيجي برضه على الزوجه وبيضربها وبيقولوا ببعتها. طبعا دي مشكلة كبيرة. يعني والله انا شايف اذا حدث هناك تناحر واختلاف كبير ما بين الزوجة والام نحاول نشوف سكن تاني، ما نعاتهمش مع بعض. لان ده الازمة دي هتتفاقم وتوصل لحرب، وهي تغضب عليه ولازم يطلقها وهو مش قادر يطلقها. اما مسألة الطلاق من حق ان انت تمسكها عادي، مش مشكلة خالص. ما هو في واحد جه لسيدنا الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه، قال له يا امام أبي يأمرني بطلاق زوجتي وأنا أحبها لا أريد طلاقها. قال لا تطلق. قال له بس سيدنا عمر، وفعلا سيدنا عمر أمر عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته ففعل. قال له طيب سيدنا هل وهل أبوك عمر؟ أنت أبوك مش عمر بن الخطاب ولا أمك سيدة عائشة. فأنت بالتالي أنت ممكن تمسك مراتك وكل حاجة، الجهد يعني اللي أنت هتبذله مش فاهم. ما تطلقهاش يعني. اصل ده مصطلح قراني معلش. فامسكهم بمعروف او تسيحهم بامسك مراتك، لكن مسك التاني دي حاجه تانيه خالص.
ماشي ماشي صح. يعني احنا اصلا ماشيين بص من كتر ما قرينا في الغلطه فحتى لما بنحول العلم الى لغه شعبيه فبيبقى بيفلت من الحاجات طبعا يعني ساعات كده بيفلت مننا فامساكم بمعروف او تسريح. فانت الحقيقه ممكن تخلي مراتك ما تطلقهاش، ولكن حاول ترضي والدتك في الايام اللي جايه. ترضيها ازاي؟ بكل انواع الرضا وبكل انواع، حاول بقدر ما تستطيع. عملت ما تستطيع ما خلاص ما تخافش، لان الله سبحانه وتعالى اسمه العدل. وربنا وتدعي ربنا، ربنا يصلح ما بينهم وخلاص. روح استسمحها كتير وقول لها ما تدعيش عليا، شويه هدايا وهتلاقي هدايا وبوس في ايديها وبوس في رجليها وكده، وبرضه دلع مراتك حرام، بعيد عن بعدهم عن بعض ان شاء الله ربنا يصلح الحال. احنا خلصنا يا شباب، احنا خلصنا فضلت الشيخ. طيب كل سنه وانتم طيبين. هو احنا المفروض النهارده هيعلنوا اذا كان بكره المتمم لرمضان ولا صح. النهارده يوم 8، النهارده 28 رمضان، اما 29 يوم يا اما هو فلكيا 29 يوم. في النتيجه مكتوب ان بكره اخر يوم، خلاص يبقى بكره اخر يوم ان شاء الله. فهيعلنوا ايه النهارده بقى في دار الافتاء؟ بيروحوا النهارده ولا بكره؟ لا انا اعتقد بكره لا لا بكره. طب النهارده يعني احنا بكره بالليل؟ لا بكره بالليل احنا بكره بالليل ما نبقاش يعني دايما بتبقى ايه؟ لا بكره يا اما العيد يوم الخميس يا يوم الجمعه. يا اما الخميس المتمم، الخميس بكره المتمم لشهر رمضان، او يوم الجمعه. لكن يوم 28 لسه احنا لسه عندنا لسه يوم، لسه يعني لسه في يوم على الاقل. طيب. يا اما يوم يا اما يومين. طيب ماشي. وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب. شكرا جزيلا فضيله الشيخ. شكرا لكم مشاهدينا، ونشوفكم على خير ان شاء الله بكره. ده يعني ده الاكيد ان شاء الله يا رب بمشيئه ربنا. السلام عليكم. كل اللي بيحصل في حياتنا او يوم عشناه خد دورة الآف السنة وكتاب الله. كل اللي بيحصل في حياتنا ويوم عشناه خد دورة الآف السنة وكتاب الله. ربنا معاش كده تهيب وهدانا بسنة وشرع